سيادة الرئيس، السادة الحضور الكريم، في ختام كلمتي أتقدم لفخامتكم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان على ما قدمتموه لأبنائكم العمال من دعم واهتمام بالغ، والتوجيه دائما نحو حمايتهم ورعايتهم وتنمية مهاراتهم ومد برامج الحماية الاجتماعية والصحية لكل فئات العمال، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع الفئات المستهدفة في مبادرة حياة كريمة. سيادة الرئيس، إن وزارة العمل على العهد قائمة لتنفيذ التوجيهات والمبادرات خلف قيادتكم الحكيمة راعياً لعمال مصر، وسوف تستمر الوزارة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة للحفاظ على مكانة عمال مصر في جمهوريتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.